مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي يركز على أحد المفاهيم الحيوية في حياتنا، وهو ترتيب الأولويات. في هذا العصر السريع والمليء بالتحديات والمسؤوليات، قام أستاذ جامعي في قسم إدارة الأعمال بإلقاء محاضرة عن أهمية تنظيم وإدارة الوقت حيث عرض مثالا حيا أمام الطلبة لتصل الفكرة لهم. كان المثال عبارة عن اختبار قصير فقد وضع الأستاذ دولوان على طاولة ثم أحضر عددا من الصخور الكبيرة وقام بوضعها في الدلو بعناية واحدة تلو الأخرى وعندما أمتلأ الدلو سأل الطلاب هل هذا الدلو ممتلئا؟ قال بعض الطلاب نعم فقال لهم أنتم متأكدون ثم سحب كيسا مليئا بالحصيات الصغيرة من تحت الطاولة وقام بوضع هذه الحصيات في امتلأت الفراغات الموجودة بين الصخور الكبيرة ثم سأل مرة اخرى هل هذا الدلو ممتلئ فاجاب احدهم ربما لا استحسن الاستاذ اجابه الطالب وقام باخراج كيس من الرمل ثم سكبه في الدلو حتى امتلأت جميع الفراغات الموجودة بين الصخور وسال مرة اخرى هل امتلأ الدلو الان الطلاب بالنفي بعد ذلك أحضر الأستاذ إناء مليئا بالماء وسكبه في فكانة إجابة جميع الدلو أمتلأ وسألهم ما هي الفكرة من هذه التجربة في اعتقادكم؟ أجاب أحد الطلبة بحماس إن أنه مهما كان جدول المرء مليئا بالأعمال فإنه يستطيع عمل المزيد والمزيد بالجد والاجتهاد أجابه الأستاذ صدقت ولكن ليس ذلك هو السبب الرئيسي فهذا المثال يعلمنا انه لو لم نضع الصخور الكبيره اولا ما كان بامكاننا وضعها ابدا. يساعدنا الفيديو على تمييز الامور الضروريه التي يجب علينا التركيز عليها وتنفيذها باولويه عاليه عن الامور المهمه ولكن ليست ضروريه في الوقت الحالي. هذا يساعدنا في تحقيق التوازن بين اهدافنا الطويله الاجل والمهام اليوميه. اتمنى ان ينال الفيديو اعجابكم. شكرا على المشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته